السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من الملعب. البداية مع العناوين: إلغاء منصب الرئيس التنفيذي في النصر وطلال بن بدر نائبا للرئيس. الأمير ممدوح يتعهد بتسديد حقوق ماسا ويقدم نصف مليون ريال. وتشكيل المكتب التنفيذي بوجود ممدوح بن عبد الرحمن. لجنة الحكام تغلق قائمتها الدولية بستة حكام فقط. العمري يثير جماهير النصر وجماهير الأهلي تطالب بالمكبرات. ست سلبيات يرصدها الوفد الآسيوي في أندية المحترفين.